تمام. معانا ام كوثر. ام السلام كوثر عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي بعد اذن حضرتك كنت عايزه اكلم فضيله الشيخ. اتفضلي. هو الصوت بس كنت ممكن عايزه نرفع هو الصوت شويه؟ الشيخ مش سامع الصوت بعد اذنكم. لو سمحتي يعني كنت عايزه اسال الشيخ ازاي نقدر نربي اولادنا صح في ظل المفسدات اللي حوالينا، لان احنا مهما نربوا ومهما نعملوا بيطلعوا بره الشارع بيتعرضوا لمفسدات كتير. انا مش عارفه الصراحه يعني ازاي اربيهم صح، لان بيتعرضوا في المدرسه، بيتعرضوا بره في الشارع، بيتعرضوا لمفسدات كتير حوالينا. انا مش عارفه ازاي اربيهم واغرس فيهم ازاي القيم الصح، لان انا مهما اغرس انا ووالدهم او البيئه اللي حوالينا المجتمع بيطلعوا بيبوظ. بره بيتاثروا. ايوه طيب بصي يا ام كوثر، هقول لك على حاجه. الشيخ اتفضل. هيجاوبك بس طبعا دي اجابه طويله جدا، بس انا هنصحك نصيحه كده كاخت. تابعي اتفضل. الحلقات في السلسله اللي احنا هنعملها دي بتاعت منهاج العابدين، هتعرفك منهج تربوي لينا احنا، فهنعرف نربي ولادنا. وهنسمع من الشيخ عبده اجابه على سؤالك. في اي استفسار جزاكم الله تاني؟ خير. في اي استفسار تاني يا ام كوثر؟ شكرا يا حبيبتي، الف شكر. شكرا يا جزاك الله حبيبتي خير. وجزاك يا رب. الله يفهمك. اتفضل يا شيخ عبده. من اصعب الاسئله على الاطلاق طبعا ان احنا ازاي دلوقتي نربي اولادنا في ظل فتنه. يعني احنا كنا فتنه قاعدين رهيبه. في احد المؤتمرات وكان الدكتور بيتكلم ان اكتر جيل في تاريخ الاسلام يتعرض لفتنه هذا الجيل. اعظم فتنه على الاطلاق. السوشيال ميديا بهدلت دخلت الدنيا. لحد البيوت وغرف النوم بالزبط. والاماكن المغلقه. زمان كان السلوك السيء بيحتاج لمخاطره. لو الولد عاوز يعمل حاجه غلط بيخاطر وبيروح اماكن معينه. دلوقتي اللي عاوز يعمل حاجه الغلط بيعملها بمعدل امان عالي جدا. ولذلك مهم جدا ان احنا نتعلم. ايوه يعني هي السؤال سبحان الله، يعني هذا توفيق من الله جاي في وقت مناسب جدا. لا يمكن لام ولا اب ولا معلم في المدرسه ان هو يربي اولاد صح دون ان يدرس العلوم التربويه بشكل كبير. ينفق وقت يومي يقرا ويتعلم يفهم يحلل شخصيه الطفل. لان احنا احيانا بنقع في خطا فادح ان احنا بنربي الولاد زي البنات، وده ما ينفعش. احنا لازم نربي الاولاد بطريقه تتناسب مع عقول الاولاد. ولذلك معظم الاولاد تلاقيهم بينهم وبين مامتهم احيانا نوع من انواع الايه؟ الصدام. ايوه فلازم نقرا كثيرا في كتب التربيه نقدر نحلل سلوكيات الطفل ونفسية الطفل وشخصية الطفل، ونشوف ايه الاسلوب. لان في علم التربية قاعدة مهمة جدا، مفيش حاجة اسمها الاسلوب التربوي الصحيح. أيوة. في حاجة اسمها الاسلوب التربوي المناسب اللي انا ممكن استخدمه مع الطفل ممكن لا يكون مناسب مع طفل اخر. سبحان الله. بالظبط. فاحنا عندنا في 6 سنوات فترة حضانة. المفروض الولد في حضن مامته، المفروض هي بتسقيه المبادئ والقيم اللي هي عايزاها. في الفترة دي ممنوع الموبايل، ممنوع الحاجات اللي أنا بعلمها للطفل علشان أثبت عنده بعض المبادئ. أيوة. يعني تحت إشراف الأهل بشكل كامل. هيبتدي الولد بعد كده هيروح مدارس بقى، يعني هيخرج من مرحلة الكي جي اللي هم أطفال صغيرين، يروح مدارس فيها هيقابل ناس أكبر منه بسن كبير شوية، هيبتدي يشوف ويعرف في الشارع. لو الأم ما فتحتش قنوات حوار مع ابنها وان هو يحكي لها اللي بيتعرض له في يومه بامان عالي جدا وبسعاده صحوبيه بس الصحوبيه، مش هتعرف ايه اللي بيحصل للولد ولا تعرف تعالجه في الوقت المناسب. يبقى مهم جدا لما الاولاد يخرجوا للشارع، يخرجوا للمدرسه، يروحوا رحلات ويتفسحوا ويتعاملوا مع ناس اكبر منهم، يكون اكتر حد بيشعر معاه بالامان بابا وماما. بالظبط. وفكره كمان اعتقد الشيخ عبده ان احنا كمان يبقى عندنا يقين ان اللي هيربي ربنا واللي هيهدي ربنا، فاحنا بنزرع والنتائج بتاعت ربنا. ودي بقى القاعده المهمه الثانيه. الله عز وجل لما في سوره الكهف والغلامين لما كان لهم كنز تحت الجدار، تعليق جميل جدا قال ايه؟ وكان ابوهما صالحا. فصلاح الاباء يعود للابناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. صح. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده السر بقى، نتقي الله. وده اللي بنحاول والله، يعني ربنا يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم. العلم اللي بتديه لنا ده بيأسسنا احنا، فالولاد بيشوفوا ده بالممارسه وبالمعامله وبيطلع بالبركه كده. يعني فعلا أكيد والله أكيد. البركه والتوفيق من عند ربنا حقيقي.